رأسي قبة عنقي هلال المسجد كصلبان الكنيسة الممشوقة هي أضلعي صدري مسرح قلبي مقطع موسيقي موحد جوقة تهز العواصم لا أدعي تباينت مدينتي أم فارقتها قريتي بداوتي عن حرفتي مخيمي عن بلدتي تبقى مقالع الحجارة الفلز والموصل الذي يؤصل حرصي على قضيتي الكهرباء الكامنة التي تقود دارتي أحيل الرصيف محاجرا لغارتي يا أمم متحدة كفي حبل التذرع حنجرتي بنادق شعبية نقية مناضل ملثم كالنمر المقنع هذه الوحدة التي دوما أبدا أبتغي لا سواها لا عن دونها لا لن أرجع كان الليل واضحا كان الفجر ناصعا كوفية بيضاء سوداء أرتدي حرية عز إباء حرية عزباء كلمة سواء رمية نجلاء رمية نجلاء الموت خمسة أوجه الموت خمسة أوجه للموت خمسة أوجه خذ نضالي للمتحف امنح هتافي لونا كتفه ثم واشرح اجعل لبوسي صمتا اضبطه فلن يفصح لعنة هي اللغة إن فندت المعنى إن كان تضامن لغزا فمن يجمعنا أفراد مثل فردانية الأرقام ضعنا ونحشد الشوارع نعم غدا إن جعنا ورومانتيكية شخصية إذا تمتعنا مثقف أممي نعم من قبيل الميديا يوثق التاريخ على ذرى ويكيبيديا لا تقودنا ثقافة تقودنا نوستالجيا كنا فلاطحة أمنا زنوبيا يا لليوتيوبيا الاقطاع يتخفى ضمن الهرم يسومنا سوء العذاب لبعض القرم لبعض لقيمات زجني بأتون الألم كرس بيروقراطية تباع بها الذمم هو ند الثورة يشرب دمي وعرقي على مائدة السفرة هو ملأني جورا هنا ازددت فقرة فسجل على الحاسوب إنجازات التواقيع سجل للعنكبوت مواضيع المواضيع ضابط أمن هناك يحلل في ماضيك يسجل فيقاضيك نحن صنيعة للفرد أم تصاميم القطيع.